نروح لمساحتنا القانونية، ودائما بنقول إنه القانون وضع لحماية المواطن من أي مشكلة ممكن يتعرض لها بحياته، ومن ضمن هاي القوانين هي قوانين تعنيف المرأة أو حماية المرأة، إن كان من التعنيف الجسدي أو التعنيف اللفظي. وأيضا اليوم صرنا عم نشوف في تهديد لكثير من النساء عبر السوشيال ميديا، أيضا اليوم القانون وضع حماية لهاي الأمور ولهذا الموضوع. اليوم وضمن فقرتنا رح نتعرف كيف نظر القانون لهذا الموضوع وشو هي العقوبات اللي تم وضعها، وقديش اليوم مهم حملات التوعية لكل النساء أنه ما يسكتوا عن أي شيء ممكن يتعرضوا له بحياته. للأسف صرنا نشوف نسبة كتير من النساء لجأت للصمت بسبب خلينا نقول القيود المجتمعية الشرقية من أجل الحفاظ على الأسرة، الحفاظ على الأولاد، راحت لموضوع الصمت، وهذا الشيء خلى موضوع التعنيف كتير سلبي بحياتها، أثر على حياتها النفسية وعلى حياتها المجتمعية والعائلية. استفسارات كتير مهمة حنتعرف عليها ضمن فقرتنا لليوم، وضيفتنا لليوم هي المحامية هلا رشيد. يسعد صباحك وهلا يا هلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذي. أهلا وسهلا فيك. يعني بالرغم من كل الشعارات والقوانين والحملات التوعوية، لسه عم نشوف في بعض الشرائح المجتمعية بتتجاوز هي القوانين، بتمارس العنف ضد المرأة بكافة أشكاله. طيب خلينا بالبداية قبل ما نفوت بالتفاصيل الموضوع نعرف كيف بينظر القانون السوري لموضوع العنف ضد المرأة. تمام، نحن بدنا نحكي بموضوع العنف ضد المرأة. نحن أول شيء لازم أول خطوة نحن نعرف العنف، شو يعني عنف؟ العنف مثل ما لغتان مثل ما عرفوه أصحاب اللغة العربية إنه هو عبارة عن شدة، عن مشقة. العنف هو عدم الرأفة، عدم الرحمة، انعدام الرحمة. يعني نحن بنوصل لمرحلة المرأة هي مضطهدة، كانت أيام قبل 2009 بجرائم الشرف. أما إذا بدنا نعرف العنف اصطلاحا هو الإيذاء أو الضرر اللي بيلحق الشخص معين، يعني شخص ما. بالنسبة لجرائم الشرف مثل ما بنعرف كان احنا عنا أي شخص بشوف زوجته بجريمة زنا، كان حسب المادة قانون 2009 قبل قانون 2009 كان هو يستفاد من العذر المحل، يعني يلغى العقاب عنه. دفاع عن الشرف الفاعل. تمام. بعد 2009 هو لا، صار نحن قانوننا السوري شدد العقوبة عليه، يعني انه لا انت خلص ما عاد تستفاد من العذر المحل، انت وصلت لمرحلة انت لازم تتعاقب، لازم يكون عقوبتك مثل عقوبة القتل قصدا. يعني حسب المادة 548 من قانون العقوبات السوري بتقول من كل شخص اقدم على قتل شخص قصدا، نعم، عوقب لا يقل عن 5 سنوات. يعني احنا وصلنا بجناية، فهون احنا ما سمح القانون انه يضل في عنا جرائم الشرف. العنف طبعا له اشكاله، له انواعه، عنا انواع العنف. انا عندي العنف الاسروي، عندي العنف المجتمعي. يعني انا اذا بدي احكي بامور بسيطه على الهوى، العنف الاسروي اللي هو مثلا عنف الزوج والزوجه، يعني ايام يا اما من الزوج او من الزوجه. اما العنف المجتمعي هو المجتمع، المجتمع بيضطهد مثلا نساء معينات، او اضطهاد مجتمع من قبل الجيران، الاقارب، الاصدقاء، بكلمه، باساءه، بصوره. يعني شوفوا هي كيف ماشي مثلا. ففي كثير عندنا فرق بين اشكال العنف. طيب وقت تفضلي. بالنسبه لانواع العنف كذا عم كمل، بس العنف الاسروي نحن وصلنا لمرحلة العنف الأسروي لما الزوج بيضطهد زوجته أو بيقوم بضربها أو بإيذائها، فهذا الشيء بيأثر على نفسية الزوجة. يعني إحنا في عنا برأيي أنا الشخصي أنه أهم شيء هي النفسية، الإيذاء النفسي أكثر ما يكون إيذاء جسدي. عنا أشكال العنف، العنف له عدة أشكال. عندي أنا العنف الجسدي اللي هو بيكون مثلا ضرب، بيكون بأداة حادة، بيكون جرح، إيذاء حسب المادة 540 يلي بيأذي. طبعا في أنا هون عندي عطل عن العمل، يعني الإيذاء حسب المادة 540 من قانون العقوبات السوري، الإيذاء من أقدم على شخص بإيذائه أو جرحه إن كان شخص زوجة أو أي شخص ثاني، فهو هون عقوبته حسب العطل عن العمل. إذا كان عطل عن العمل مدة 10 أيام نحن هون بنكون العقوبة لا تتجاوز 6 شهور حسب المادة 541. إذا كان طلعنا عن العشرة أيام، يعني إحنا طلعنا عن مدة العطل عن العمل، الإيذاء يلي أدى إلى العطل عن العمل فوق العشرة أيام، صرنا نحن للسنة، قد تصل العقوبة للسنة.
بدنا نحكي على المادة 542 كمان حسب قانون عقوبات الإيذاء بتصل للسنتين. يعني نحن هون أمام عنف، يعني هون الزوج أو ما رح إحنا نخص الزوج، يعني أي عنف هو في له رادع قانوني. والاعتداء على المرأة يعاقب عليه القانون، نحن قانوننا السوري بكل أشكاله منذ الأزل هو حط قواعد ودستورنا لحماية المرأة. عطى المرأة حماية مستقلة، عطاها كيان، عطاها أنه هي ذات قيمة ذات استقلال. يعني هي اشتغلت على كل الأوضاع الاقتصادية، ساعدت بالأمور المادية، مثل ما بنعرف إحنا كلاتنا النساء هي هن الكادحات مثل ما بيقولوا على جميع الجبهات على جميع الجبهات، يعني برا وجوا بيشتغلوا النساء. صحيح. فالقانون حافظ على المرأة وحقوق المرأة. تمام. استاذي هلا ذكرتي نقطة انه اليوم القانون حافظ ووضع قوانين لحماية المرأة، ولكن برغم كل هدول القوانين نحن عم نشوف لهلا نسبة تعنيف كتير ما قليلة، يعني منا شفناها تحت الضوء، يعني اليوم حسب شخصية المرأة، ومنا بيرجأ للصمت مثل ما قلنا بالمقدمة. اليوم وقت اللي بتتعرض المرأة لأي نوع من أنواع التعنيف وحبت اليوم تلجأ للقانون، شو هي الإجراءات اللي مفروض هي تتبعها؟ هل شهود؟ هل بلاغ؟ تقرير طبي؟ هلا أنا رح أحكي لك عن الثقافة. احنا في عنا شيء اسمه ثقافه الخوف، او عفوا عنا نحن الخوف الرادع للمراه. دائما نحن بالمجتمعات الشرقيه المراه بتخاف انه انا اذا حدا تحرش فيني بالطريق ما بسترجي انا اروح اشتكي عليه، خاف من الفضيحه، بخاف من الفضيحه، بخاف من اهلي، شو بيقول الجيران، شو بيقول القاضي مثلا اذا كان في معرفه. صحيح. فنحن دائما هذا الرادع اللي جوا انا عندي خوف، انا بخاف انه اشتكي. فانا اهم نقطه بدي ركز عليها انه نحن لازم دائما يكون عندنا ثقافه الادعاء، نحن لازم ندعي، نحن لازم ما نخاف. يعني انا حقي كمواطنه، انا حقي حافظ على حقوقي، انا حقي الحريه، حريه الشخصيه، حريه التصرف، ما بسمح لحدا يجي يعتدي علي او يعنفني او يسالني باي كلمه كانت. فنحن هون لازم ناكد على المراه او الفتاه العزباء او الانثى بشكل عام، اي اعتراض بيصير عليكي لازم انت فورا تتقدمي بمعروض للنيابه العامه. اول اجراء لازم انت تقومي فيه تقدمي ضبط معروض، بتعملي معروض بتقدمي للنيابه العامه بالحادثه اللي صارت، انت بتذكري كذا كذا صار معي، فبتقدميها للنيابه العامه، النيابه العامه بتحيلها لقسم الشرطه المختص اللي هي مكان وقوع الجريمه او مكان الفعل اللي حدث فيها. تمام. وبيباشر اجراءاتها. في حال كان في شهود خير وبركة، يعني مثل ما بيقولوا انه منيح، يعني الأدلة اقوى. في حال ما كان في شهود بيلجأ القانون، يعني بيلجأ الشرطة الإجراءات لإثبات الادعاء. وطبعا دائما نحن برجع بقول لك نحن مع المرأة، دائما قانوننا مع المرأة. هي بالنسبة للإجراءات نحن لازم نحكي فيها. طيب، في حال الفتاة العزباء تعرضت لحالة من التهديد نوعا ما من الأشخاص يلي حواليها، في حال كانت موجودة ضمن مشكلة معينة، شو بتعمل هون؟ لوين ممكن تلجأ؟ تمام، مثل ما هلا حكيت لكم برجع بأكد أنا على هالنقطة إنه نحن الفتاة لازم ما تخاف. أول نقطة لازم نحن نمشي فيها، لازم المرأة ما تخاف. يعني أنا لما بدي أتعرض لضرب، بدي أتعرض لإهانة، بدي أتعرض لتحرش بالطريق، فأنا أول شغل لازم أقدم بلاغ، أقدم معروض للنيابة. طب عددتي أكثر من نوع اليوم تحرش قتل أي شيء، يعني طب خلينا نوضح هدول عقوبته نفسها هي وحدة. تمام، أنا رح أحكي لكم عن أشكال التعنيف. يعني أنا عندي العنف الجسدي، عندي العنف الجسدي اللي هو بنقصد فيه الضرب، الإيذاء، الخدش، الركل، الصفع، يعني عدة أشكال. هي بالنسبة بجوز يكون الإيذاء الجسدي اللي هو بأداة حادة. الإيذاء النفسي واللي هو الاستهزاء، يعني أنا لما بستهزئ من شخص، من أنثى، بقلل من قيمتها، بقلل من شأنها، بقلل من كيانها، هذا إيذاء نفسي كمان معاقب عليه بالقانون بغرامة. يعني احنا كمان عندنا قانون بيعاقب بالغرامه لما انا بدي اتاذى نفسيا. هلا اليوم الشباب اليوم يعني ما حيعجبهم هذا الحديث، يعني ايه طبعا اكيد. وعندي الايذاء الثالث هو الايذاء الجنسي اللي هو حالات الاغتصاب والخطف، كمان احنا بيعاقب عليها القانون وشدد العقوبه على الخطف والاغتصاب. عندي انا برايي اهم عامل لا او اهم شكل من اشكال العنف ضد المراه هو الاهمال. أنا بدي أحكي بموضوع يعني بتمنى أن الكل يتقبله مني أنا على الهواء. الإهمال؟ الإهمال، ما هي النقطة أنه دائماً يمكن كل الصبايا اللي عم يسمعونا بيعرفوا أنه الإيذاء النفسي هو أصعب تماماً بكتير من التعنيف الجسدي. تمام. يعني كونه عم نحكي بشيء نفسي، يعني تفضلي. تمام، نحن عندنا الإهمال. هلأ دائماً المرأة لما بتلجأ للطلاق
او لما بتلجا للتفريق فهي بتلجا مو لانه يعني هي ظلمت زوجها. انا طبعا مو مع المراه بهالموضوع، بس في حالات المراه بتكون عم تنهان عم تنضرب، في اهمال من قبل الزوج، الزوج لازم ما يهمل زوجته. يعني نحن اهم نقطه، انا برايي الشخصي طبعا انه اهم نقطه هو الاهتمام، الاحترام. لازم الشخص يعني الانسان ان كان اب يكون هو عنده رعايه لاطفاله، مسؤول عن أطفاله، الأم هي مسؤولة عن أولادها، الزوج مسؤول عن زوجته. لا تهملها لو تحت أي ظرف كان. يعني هلأ نحن صح، أنا بقدر أنه الوضع الاقتصادي، على فكرة نسبة الطلاق اللي عم تصير عنا بسوريا بالمحاكم الشرعية هي نسبة كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي. زادت هاي الفترة؟ زادت كتير طبعاً من نتيجة الوضع الاقتصادي. فهون الرجل يعني فوق أنه مثلاً بيكون عنده تقصير معين بيجي فيه إهمال. لا، الزوجة أبداً لما بتكون أنت متعاون معها أو عندك اهتمام فيها أبداً ما بتطلع على الأمور المادية. صحيح. يعني المرأة شي بيعوض عن شيء، شي بيعوض عن شيء. أما تجي أنت فوق الاقتصاد، يعني الوضع الاقتصادي السيء، تجي أنت تهملها، فيعني برأيي أنا لا، لازم يكون في اهتمام. ما تهمل الزوجة، ما تهمل البيت، لا تهمل الأولاد. ما بدنا يعني ما بدنا نوصل لمرحلة تزيد نسبة الطلاق وتشتت الأسري بمحاكمنا نحن الشرعية. إن شاء الله رسالتك توصل اليوم. إن شاء الله تمام. عبر صباحنا اليوم خلينا نحكي اليوم، نحن بعصر السوشيال ميديا بتلاقي كتير من الأشخاص بيستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة لحتى يستفزوا كتير من الصبايا أو السيدات بمواضيع معينة على اختلافها. خلينا نوضح اليوم، نحكي عن التهديد الإلكتروني، كيف بيتعامل القانون مع هذا النوع من التهديد؟ تمام. كمان احنا عنا التهديد الجرائم الإلكترونية شدد عليها القانون السوري ب 2022، هون طبعا تجريد جناية حسب المادة 26 من قانون أصول، عفوا، من قانون الجرائم الإلكترونية. مجرد التهديد فهون رح يتعاقب لا يقل عن 3 سنين ولا يقل عن غرامة 3 ملايين لل 4 مليون. بس أنا هون في نقطة لازم نركز إنه في تهديد، في اختلاف في أنواع التهديد. أنا عندي تهديد بالسلاح له مادة قانونية. السلاح أنا عندي أنواع السلاح، عندي أنا سلاح ناري وسلاح أبيض. السلاح الأبيض اللي هو بيكون أداة حادة، سكينة، عقوبته هون تصل ل6 شهور. السلاح الناري إذا استعمله يعني شخص مسك مسدس وأطلق بالهواء، فهون استعمال السلاح الناري رح يتعاقب لحد السنة، عقوبته لا تقل عن السنة. تمام. فهون أنا هذا التهديد بالسلاح يعاقب عليه القانون. بالنسبة للجرائم الإلكترونية أنا طلعت شوي عن السؤال كثير عم نشوفها. نفس الحكي تماما. طلعنا شوي عنها. التهديد طبعا أنا بقول أي إنسان بيلتقط صورة بيبتزك بيحاول أنه يستفزك بصورة معينة أو تسجيل صوتي أو أي شيء ممكن أنت تنشريه على الفيس، نحن وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا الشيء أنت أول شغل لازم يشتغل الشخص يقدم معروض لديوان المحامي العام. من ديوان المحامي العام بيحيله لإدارة الأمن الجنائي بجرائم المعلوماتية. تمام. طبعا نحن مثل ما بتعرف إدارة الأمن الجنائي نحن عندهم أساليب فنية قوية حديثة، يعني فورا بتلقط الفاعل، خاصة إذا كان في عندك حساب وهمي، حسابات أيام بتكون شخص مغير حسابه أو غير أو خارج الحساب، معظما عم بيكونوا خارج. بس قد ايه الوقت اليوم مهم بهي القضيه، السرعه بهذا الشيء؟ خليني بس انوه على نقطه هون من خلال ضيوفنا وكمان بالمجال القانوني. شفنا كثير من الاساتذه اللي كانوا موجودين ضمن صباحنا غير نبهوا على نقطه انه اليوم نحن بعصر كثير صعب وعصر الذكاء الصناعي، واليوم صار في عندنا برامج كثير مهمه بتطبيق الصور، بتطبيق حتى الفيديوهات، وهي البرامج بحاجه اليوم لآليه كثير دقيقه لتقدري انك تفرق اذا كان هذا الفيديو صح او هي الصوره غلط. فكانت رسالته انه اليوم توخي الحذر، اليوم احنا مقبلين على عصر كتير سيء بهي القصة. تمام. نحن لازم اهم نقطة ما نخلي حد ما نضعف. نحن ما بدنا نضعف، ما بدنا نخاف. بدي ارجع اقول نحن ما بدنا نخاف، ما بدنا نضعف. بنقدم معروض للديوان المحامي العام وبيتخذ اجراءاته. يعني نحن عندنا اهم نقطة هو بتقدمي انت المعروض، لما قدمتي المعروض فانت حميتي نفسك،
حمتي نفسك من اي حدا يهكر لك حسابك، يغير لك الحساب، تهديد. برجع بقول لك شدد القانون، شدد القانون على العقوبه اللي هي صارت مو تحت 3 سنين. يعني حسب الماده 26 هو ما تقل عن 3 سنين، وغرامه 3 ملايين 4 ملايين، يعني هي غرامه كبيره. هذا رادع لاي حدا بيحاول انه يلتقط صوره، يستفز، يبتز العالم. قد ايش شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا بوستات انه تم الامن اليوم، انه في حدا عم يبتز حدا، وفورا يعني خلال مثلا ايام انه صار في حالات انه اليوم البنت رجع لحقها. يعني فكتير مهم انه عدم الخوف بهيك قصص. يعني هي النقطه اللي حكيت لك عنها باداره الامن الجنائي، عندهم اساليب فنيه رائعه. انا بتشكرهم وبتشكر كل حدا بيساعد على يعني دغري القاء القبض على الفاعل، لانه مثل ما بتعرفوا كثير عم يهن يتخبوا قفا الحسابات الوهميه. يعني عم يأذوا وبيسرقوا الحساب، حساب وهمي. فهون نحن بنتشكرهم ولازم نضل نحن يعني يضل عندهم هذا الرادع، هذا الخوف. يعني برجع باكد لهم عقوبتهم لا تقل عن 3 سنين. يعني انا ما عم بحكي عن عقوبه مثلا جنحويه الوصف فلسطيني ولا شهرين ولا 3 شهور، انت عقوبتك 3 سنين، فلازم تبتعد عن ابتزاز او التقاط الصور والتهديد فيها. المشكله انه كثير اشخاص بيستهونوا بهذا الموضوع وما بيعرفوا انه فعلا اليوم في اجراءات قانونيه قادره مثلا توصل لهم باي مكان وتحاسبهم باي شكل. طيب خلينا نحكي مع بدايه حديثنا معك، ذكرنا انه للاسف انه لحد هي اللحظه لسه في كثير سيدات بتخاف انه تشتكي في حال تعرضت للعنف. وخلينا ننوه انه العنف مو بس ضد الزوجه، ممكن يكون الاخت، الابنه، عند كل النساء بشكل عام. طيب خلينا نوضح هذا الموضوع، كيف ممكن يتعاملوا مع هي القصه هلا بالنسبه كمحاميه اليوم في ثقافه شكوى او عم تكون اليوم خجوله نوعا ما؟ لا، ثقافه الادعاء عندنا ما موجوده ابدا. عندنا الخوف، المجتمع الشرقي للمراه بتخاف دائما، بترجع بتخاف، انا بخاف اشتكي على زوجي، انا بخاف اشتكي على شخص تعرض لي بالطريق. يعني دائما هي عندها هذا الخوف. نحن المراه لازم ما تخاف، لازم يكون عندها ثقافه الادعاء، لازم نحن دائما نشتغل على ثقافه الادعاء، لانه اصلا القانون ما وضع الا للسيئين. يعني صحيح. ما وضع لواحد انه للحماية، يعني هي وضعت للحماية، لان احمي حقوقك، فهو ما نحط القانون الا للسيء. فالسيء، فانا هون لازم الشخص، المرأة فورا تمشي بثقافة الادعاء، تشتكي، تتقدم فورا لاي قسم قريب عليها، قسم شرطة، تقدم، تنظم ضبط في حال كان ما في قسم شرطة، كان مثلا حادثة ليلا الصبح، بتقدم معروض للنيابة العامة وبحيلة لقسم الشرطة المختص وبتاخذ اجراءاتها. وهون كتير مهم اليوم خلينا نقول ثقافة الوعي وحملات التوعية ضد العنف للنساء، بالرغم أنه نحن عنا كتير من هدول الحملات، ولكن دائما القيود المجتمعية الشرقية عم تكون سبب لحتى للجوء للصمت. فنتمنى هيك اليوم النساء، يعني هنون خلينا نقول الحلقة الأضعف رغم كل بظروف الحياة. يعني ومثل ما قالت الأستاذ اليوم شوية اهتمام نبعد شوي عن التأثير النفسي والتعنيف النفسي، يمكن نشوف فرق كتير كبير بالمحاكم القضائية السورية. عنا نسبة كبيرة كتير بالمحاكم القضائية، بس أنا حابب أحكي بس كلمة أخيرة. تفضلي. بالنسبة لنحنا لما الصحة العالمية بال 2017 87% من الامرأة توفوا نتيجة العنف على المرأة. يعني نسبة كبيرة، ما لها نسبة قليلة. فأنا بس بدي أعطي مثل ملاحظة أو نصيحة بدي أقدمها. بتمنى أنه تعتبروا المرأة هي كوردة عندك بالبيت، أنت سقيها، الوردة إذا سقيتها فهي أكيد رح تطلع لك منظر حلو وريحة حلوة وريحة عطرة. فدائما اسقوا المرأة بالحنان، اسقوها بالعطاء، يعني أكيد. مو بس الأمور المادية، ما هي بالنهاية خلقت من ضلعه، يعني ما هي أكيد. شكرا أستاذة المحامية هلا رشيد، بدنا نشكرك، وخلينا نختم حديثنا معك ونقول إنه نحن ضد العنف بكافة أشكاله طبعاً. سواء للمرأة، سواء للرجل، سواء للطفل. وأكيد تحية لكل مرأة سورية اليوم ما سكتت وما خافت، وأكيد القانون أنصفها. بدنا نشكر وجودك معنا لليوم. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك المحامية هلا رشيد، ولكل المعلومات اللي ذكرتيها. أهلا وسهلا فيك.